بحثا عن فرصة للحياة في مخيمات النازحين. تعمل 30 امرأة أيزيدية في مصنع للسجاد من أجل إعالة أسرهن. أقيم هذا المصنع في مخيم خانكي بشمال العراق ضمن عدة أنشطة ترعاها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع حكومة ولاية بادن فورتنبرغ الألمانية لتوفير فرص عمل للأسر النازحة. ذهبنا إلى دهوك لمدة 3 أشهر للمشاركة في دورة تدريبية حتى نتمكن من تعلم هذه المهنة. بعد ذلك استأجرنا هذا المبنى لنبدأ العمل هنا، وبعد أن بدأنا العمل سيتم بيع المنتجات. ويمكن لأي امرأة التقدم بطلب للعمل في المصنع مع إعطاء أولوية لمن تعول أسرتها، وتوفر منظمة الهجرة للعاملات المواد الخام كما تقدم لهن راتبا شهريا. نحن ممتنون جدا لهم لإتاحة فرصة لنا للعمل هنا. قبل ذلك كنا جميعا نجلس في المنزل دون عمل أو حياة، حتى رجالنا كانوا في منازلهم عاطلين عن العمل. ولا يزال أكثر من 2 مليون نازح في أنحاء العراق يعانون ظروفا معيشية صعبة رغم طرد تنظيم داعش من أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها.